بعض الأسئلة من الفضاء العام، وهذا تعرف هذا عمل الصحافة وعمل الإعلام. لكن أحد الصحف الفرنسية ذكرت بأن هناك مسؤول إيراني هو من وشى، هو من، هل بالفعل تعرض السيد نصر الله في هذه العملية إلى وشاية، سواء كانت من أي طرف، إلى وشاية وعميل أرضي؟ وقبل ذلك على مدى أشهر كان الحديث عن أنه إيران تخلت عن حزب الله، إيران باعت، كما كان في السابق عندما كانت تفاوض قبل عقد وأكثر جمهورية إسلامية على الملف النووي، قالوا بأن الثمن سيكون المقاومة في أكثر من بلد، وشاهدنا كيف جرى الاتفاق والمقاومة استمرت في عملها، سواء كان المقاومة الإسلامية العراقية أو حتى في حزب الله. هذا الأمر معروف، يراد فصل المقاومين عن داعميهم الأساسيين، وهذا الأمر لن ينجح حقيقة، لأن هذا الكلام لم نسمع به على الأقل من المقاومين أنفسهم من أصحاب الشأن. أما ما الذي يجري وهذا الحراك السياسي الذي هو كان سابقا لاغتيال الشهيد نصر الله، الآن الإسرائيلي وإن كان هو في عنجهية هذا العدوان الغاشم والجريمة يعتبرها نصرا كبيرا، هو كان يبحث عن صورة نصر يتصور أنه حققها، لكن الآن ما هي الخطوة القادمة لدى الصهاينة؟ هم قاموا بكل شيء، أعلى مستوى من الجرائم أنهم يستخدمون 83 طن لاستهداف شخص واحد في منطقة سكنية. لا، واضح أنه إسرائيل تسعى إلى فصل الجبهات مثل ما قلت لك أستاذ حمد. الآن فصل الجبهات لن يتحقق ولن يكون، لأن أعود إلى عنوان حلقتك، اللا التي بها حزب الله وقيادة حزب الله هي لا الثبات ولا المبدأ، وليست لا المعاندة والتعنت، هذا الفرق. الأمر الآخر، الآن ليس أمام الإسرائيلي بعد أن فشل في جبهة الجنوب غزة وتحول إلى فتح جبهة جديدة، يريد أن يحقق ما أعلنه بعودة المستوطنين، هي الآن المشكلة الكبرى في الانكسار النفسي والهزيمة الوجودية للكيان، مليونين عند تحت الأرض. الآن ليس أمامه إلا ما لوح به قبل ساعتين نتنياهو في مؤتمر الصحفي، اجتياح البذي. والاجتياح البذي كما قال الشهيد نصر الله هو نتمناه. ليس أمام إسرائيل عندما تجتاح بذيا إلا أمران أساسيان، أما أن يدخل بكتل كبيرة وحدات عسكرية كبيرة، وهنا الاستهداف سيكون سهل، أن تستهدف وحدات كبيرة، تجمعات عسكرية كبيرة، أو أن تذهب هذه التجمعات إلى أن تتفرق إلى مجاميع صغيرة، وفي هذه الحالة ليس فقط سيسهل اصطيادها وإنما سيسهل حتى أسرها. وأنا أقول، وهذا ما قرأته منذ أيام وأسابيع عندما طرح خيار الاجتياح البري، الصهاينة في رعب من هذا الاجتياح، لأنهم يتذكرون ما حصل لهم بمجزرة الميركابة، لكن يراهنون على الإبادة قبل هذا الاجتياح، استمرار الضربات العسكرية بشكل كبير، لا يمكن أن تحقق خسائر مدنية مو عسكرية زي يقول الآن. لربما لأننا في الحدث، لو استرجعنا ما حصل في حرب تموز 2006 كان التدمير والقتل إجرامي أكبر من ما هالعين، واستهداف المدنيين.